السلام عليكم حبيبتي، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم، معكم يومية محمد. المهم، اول حاجه بعدا بغيت نعتذر ليكم، شحال هادي ما حطيت الفيديو، كان عندي شي ظروف، هداك الشيء علاش. نتمنى من الله يكون خير ان شاء الله، ويكتب علينا مكاتب الخير علينا وعليكم يا ربي. المهم، على بركه الله اليوم رجعت معكم، بغا نوجد معكم وجبه غداء او عشاء خفيفه وسهله للتحضير. يلا على بركة الله، بسم الله. عندي حبة ديال البصلة، وماطيش انا عندي هذه الصغيرة، خديت هذه الكمية قطعتها. عندي معلقة ديال الربيع وزيت نباتي، عندي صوصة الصوجة والعطرية. غناخد شوية معلقة صغيرة من الخرقوم، ومعلقة صغيرة من الزنجبيل، شوية تحميرة، ملحة، معلقة صغيرة من الأبزار، وعندي شوية لاموطا وشوية مايونيز، معلقة صغيرة بحال بحال كما العادة. نسيت ما قلت لكم، شويه الهريسه السودانيه، عفوا ما كيبغيش الحال، ما ديش السودانيه، ندير على البزار، نحط شويه التحميره، شوية مايونيز، شوية مالطة، صافي. غنضيف الزيت، زيت نباتي، صافي. دابا غنضيف المكونات ديالها غيتشحرو. هنا درت بطاطا مسلوقة باش تسلق، هنا درت بطاطا باش تسلق، درت ثلاثة بطاطا هنايا، صافي. غيتسلقو بما تشحرات هاد لاصوص ديالنا، بما تشحر. قال لي بغا يدير مطيشة الحوك، انا ما درتهاش. المهم اللي بغا اللي كتعجبو مطيشة الحوك ضروري في الطياب، يدير معلقة ديال مطيشة الحوك، ماشي مشكل. صافي دابا غنخليها تتشحر وغادي نرجع معاكم. صافي، ها هو لاصوص من بعد ما طاب مزيان. صافي، وخديت البطاطا، خديت ثلاثة الحبات ديال البطاطا، سلقتهم، حطيت لهم شويه الملح. عندي هاد الفرماج ديال الساندويش، وعندي بيضه واحده مسلوقه. صافي، غنضيف البطاطا، غنحاول نورك عليها باش يدخلها لاصوص. هي البطاطا راه ديجا مسلوقة، هذه فقط للتزيين.
صافي دابا نحط الفرماج هكا قطعته بهذا الشكل. هذه هي وجبة غداء أو عشاء، كتجي سهلة وكتجي بهذه الطريقة، كتجي كتحمق البنات، طيب كتجي بنينة بلا لحم بلا دجاج بلا والو، تجي بهذه الطريقة زوينة، صافي زوقتها بهذ المطيشة الصغيرة وشوية المعدنوس، كتجي بهذا الشكل. صافي هيا البنات كتجي بهذا الشكل. هنقطع نوريكم. هيا البنات كتجي بهذا الشكل، يلا بالصحة والراحة، كتجي لذيذة جربوها. بعض المرات كنكونو معكازين مكيكون فينا ما يطيب، كتجي الطريقة زوينة وسهلة. يلا بالصحة والراحة، حتى الفيديو المقبل إن شاء الله. إلا عجبكم الفيديو ما تنسوناش في لايك والتعليقات، واللي باقي ما اشتركش من القناة يشترك. يلا بالسلام عليكم، حتى الفيديو المقبل إن شاء الله بالصحة والراحة. صحتكم. هذه هي وجبة غداء أو عشاء، كتجي سهلة وكتجي بهذه الطريقة، كتجي كتحمق البنات، طيب كتجي بنينة بلا لحم بلا دجاج بلا والو، تجي بهذه الطريقة زوينة، صافي زوقتها بهذ المطيشة الصغيرة وشوية المعدنوس، كتجي بهذا الشكل.